خلال فقرة مطبخ دمتي حضريشي والمقترحة على موقع funtia.com باستعمال تقنية الشيف. شاركيها معنا وفوزي بروبو إلكتروني متعدد الوظائف من طراز رفيع كل شهر، وكذلك العديد من الأجهزة الإلكترونية كل يوم. دمتي غادي تفتح لك أبواب عالم جديد من الإبداع. إذن مرحبا بكل السيدات، بكل حدقات والحدقين بطبيعة الحال اللي كيتواصلوا معنا وكيتفاعلوا معنا من خلال الرقم اللي هو 0614 57 20 92. كتبعتوا الوصفات ديالكم اللي بطبيعة الحال كتكون شفتوها على الموقع اللي هو funtia.com. كتحاولوا تشوفوا الوصفات، تتبعوا الشيف، المقادير والطريقة ديال التحضير والتقنية ديال الطبخ بطبيعة الحال وفنون التقديم. هادشي كله ملي كتشوفوا كتحاولوا تطبقوه وكتحاولوا أنكم تشاركوه معنا من خلال الرقم ديال الواتساب، من خلال كذلك أنكم كتبعتوا الاسم ديالكم بالكامل، مدينة منين أنتم، وبزاف ديال الأمور. ورجاء رجاء يعني الناس اللي كيبعتوا لي تيقول أوكي تي يعني كيديروا المشاعر ديالي، لا راه حنا كنمشيو على حسب الوصفة أشنو فيها، واش قدمتي الوصفة بالطريقة اللي هي قدمها الشيف، واش كل الشروط متوفرة. هذه الحاجة الوحيدة كنركز عليها، الوحيدة هي اللي كتخلي الواحد أنه يشارك معنا أو لا. لا إلى اليوم السيدة ربحات وغدا سيدة أخرى، هذا كيرجع أنهم طبقوا الوصفة، عملوا الاسم ديالهم بالكامل، المدينة منين هما. ورجاء حتى السيدات اللي تكتبوا الاسم ديالهم في ورقات اللي هي صغيرة، الورقات الصغيرة ما تيبانوش وكيحطوها مع الطبق ديال التقديم، فكيف تكتبت الوصفة رجاء كتبوا الاسم ديالكم بالكامل. جميلة من مدينة كذا وكذا، هكذا تيكون واضح وكتكون حتى طريقة أيسر وأسهل عليا باش أنني كنختار. وهكذا كنختاروا فقط السيدة تبارك الله اللي تيكونوا قدموا الوصفة وعاودوا صيبوها والمقادير ديالها وكل الشروط متوفرة. هذا هو اللي كيخلي أن تكون معنا هاد السيدة ما تكونش معنا سيدة أخرى، وكنتمنوا دائما الحظ الموفق للجميع. اليوم نمشيو لمراكش. ليلى السلام عليكم. صباح النور رمولة. صباح الفل. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اليوم انت لك الفرحه ديالي اليوم وحق الله، شكرا لك بزاف، الله يفرحك. امين امين. اول شيء انت معنا لانك الوصفه عملتيها ياك، هذا واحد. ثاني شيء يعني الوصفه ماشي اول مره كتبعتيها، وثالث شيء انك درتي حتى وصفه ديال اللي كانت قبل بايلات هي كاينه، يعني كاين بزاف الوصفات يعني كتشاركي التحديات كلهم شاركت فيهم، يعني هذا هو اللي خلاك تكوني معنا اليوم وان الاسم ديالك وهذه الامور كلها. اجيو ناخذوا المقادير ديال الوصفه ديالنا، شنو هي ديال اليوم؟ اليوم عندنا الوصفه ديال الشيف اللي قدم الشيف زاهر، وصفه صدور الدجاج معمره بلي زيبيناغ اولا السبانخ، ومن ثم بدامتي ديال الثومه ودامتي ديال الدجاج. نعم اجي ناخذوا المقادير عفاك. واخا مرحبا اختي جميله. بالنسبه للمقادير عندنا ثلاثه ديال الصدوره ديال الدجاج، وعندنا واحد القبطه ديال السبانخ، و50 غرام ديال الزبده، نص دامتي ديال الثومه، واحد شويه ديال الابزار، 200 غرام ديال الفرماج محكوب، شويه ديال الملحه، ونص دامه ديال الدجاج ديال دامتي. وبالنسبه للخضر عندنا اوكي شويه ديال الشامبينيو في الوصفه في الاول، قدمها مع الشامبينيو معمر وصلصه ديال الشامبينيو. نعم اجي لتحضير الخضر، اشنو هما المقادير اللي عندنا؟ باش غادي نحضروا الخضر عندنا 20 غرام ديال الزبده، وشويه ديال الزيت، واحد الحبه ديال القرعه، حبه ديال الخيزو، واحد البطاطا، وشويه ديال اللوبيا خضراء مقطعه، وبالنسبه للشامبينيو معمر. لا مازال عندك عنصر اخر في التحضير ديال الخضر ما ذكرتيش، باش نسمها؟ نسمها بنص دامتي ديال الدجاج. برافو يلا. لا ماشي ديال الدجاج، ماشي ديال الدجاج، ماشي ديال الدجاج، هذه الصلصه ديال الخضر. اييه لاله جميل. اشنو نسمها باش؟ صلصه ديال الخضر نسمها بنص دامة ديال دامتي. ديالاش؟ اش منك؟ ديال دار ديال الثومه. فوالا يلا نمشيو نمشيو للطريقه اولا المقادير. معليش نمشيو للتحضير الفطر المحشو، اشنو احتاجينا فيه؟ بالنسبه للفطر المحشو خدا 6 الحبات ديال الفطر، وجوج حبات ديال البصله، و50 غرام ديال الزبده، وشويه ديال الزيت، و100 غرام ديال القشده الطريه، وشويه ديال البزار، و100 غرام ديال الجبن، هو استعمل الجبن ديال الماعز. نعم وشويه ديالاش شويه ديال الملحه. برافو. نعم هكذا كتكوني عطيتيني كاع المقادير ديال الوصفه ديالنا. اول شيء مشكوره تبارك الله عليك ليلى من مراكش. كاين شي صهد في مراكش بعدا؟
وتبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك وزيد في ذلك. الحمد لله. مراكش انتم غتكونوا ولفتوا، غتكونوا ولفتوا يعني عادي. لا ولفنا زوين زوين ناشف ماشي كيضر زوين. نعم، غير الانسان يرد البال ويشرب لنا بزاف هذه الامور كلها والاجراءات الوقائيه. نعم ليلى، كيف كتعرفي كل مره كيكونوا معنا جوائز او هدايا اللي هي اجهزه الكترونيه؟ اليوم عندك ميكسور بلونجور اللي هو داك الميكسور اللي السيدات كلهم دابا كيخدموا به، وهذا الامور كنتمنى انه ينفعك في الكوزينه ديالك وفي الحياه ديالك ويسهل عليك. نعم بالعكس، مرحبا مرحبا مرحبا. شكرا لك، واكيد ترسل دائما العنوان ديالك. شكرا دعمتي، الهلا يخطيكم والله. شكرا كتفرحوا العيالات في دارهم، الهلا يخطيكم. شكرا لكم، شكرا لكم حتى نتوما بطبيعه الحال كل السيدات اللي كيمشيو للموقع اللي هو fantia.com. اليوم الخميس، فاليوم عاود وصفه جديده مع 7:30 ديال العشيه على الموقع fantia.com. كتعاودوا تدخلوا للموقع كتشوفوا الوصفه، كتشوفوا الشيف كيفاش طيب، كيفاش حضر، التقنيه ديال الطبخ اكيد، كتشوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير وفنون ديال التقديم ايضا. وكتعاودوا عاوتاني اثنين عاودوا عاوتاني لنا رؤيه باش اننا نشاركوا معنا وانكم تعاودوا تباراو على الوصفه الجديده بمقاديرها بطريقه ديال التحضير بكل الامور. وما تنساوش الاسم ديالكم بالكامل ومدينه منين نتوما، وكترسلوهم لي دائما على الرقم ديال الواتساب اللي هو 06 14 57 20 92. وحد موفق للجميع. دامتي غادي تفتح لك أبواب عالم جديد من الإبداع خلال فقرة مطبخ دامتي. حضري مع دامتي الشهي والمقترحة على الموقع fantia.com باستعمال تقنية الشيف. شاركيها معنا وفوزي بروبو إلكتروني متعدد الوظائف من الطراز الرفيع كل شهر، وكذلك العديد من الأجهزة الإلكترونية كل يوم.